أصدقائي، كيف حالكم؟ انظروا من لدي اليوم. لدي دونالد داك. مرحبا. أهلا أهلا يا غارفيلد. أهلا بك. وماذا أيضا؟ واو، انظروا إلى هذه اللعبة الجميلة. كم هي جميلة. هي لعبة مسلية جدا، يمكنكم بها أن تصنعوا العديد من الرسومات الجميلة وتستمتعوا كثيرا بوقتكم مع أصدقائكم. هيا بنا يا أصدقائي، انظروا، مكتوب، لا أدري هذه باللغة اليابانية أو ماذا، ولكنها مناسبة من سن 36 شهر فما فوق. 36 شهرا تعني 3 سنوات فما فوق. انظروا، واو، هيا لنقوم بفتحها. هذه اللعبة مفيدة جدا للأطفال، سوف تنمي عندهم مهارات عدة وسوف أريكم الآن. هيا لنقوم بفتحها. ها هي يا أصدقائي، واو، ما هذا، إنها ثقيلة. انظروا، لدينا هنا هذه السبورة الصغيرة والإطار من الخشب. انظروا هذه، لدينا هنا هذه السبورة السوداء، واو، وهذه هي السبورة البيضاء الجميلة. إذا لدينا وايت بورد وبلاك بورد. ما هذا، واو، انظروا يا أصدقائي، يا إلهي، هذه المنحة الصغيرة لنقوم بمسح ما سوف نكتبه. ولدينا هنا، واو، كم هذا جميل، لدينا هنا هذا، ماذا، هذا قلم. انظروا، واو، هذا قلم للوايت بورد، ويوجد معه ايضا هذا مغناطيس صغير حتى نقوم بلصقه على السبورة. وهنا لدينا ايضا منحة صغيرة، كم هذا جميل. لدينا هنا ماذا، اعتقد هذه هي الطباشير. هذه جميلة جدا يا اصدقائي للتعلم، مفيدة جدا. واو، جميلة، حسنا، ولكنها تكسرت قليلا، لا بأس. انظروا، لدينا اللون الوردي والبرتقالي والأخضر، حسنا. وماذا أيضا، انظروا، هذا هو الكتيب الصغير حتى تقوموا بصنع بعض الأشكال الجميلة بمساعدة بعض الأصدقاء أو بمساعدة أحد الكبار إن لم تكونوا تعلمون كيف تفعلونه بمفردكم. واو، جميلة، انظروا إلى الأشكال، كم هي جميلة، تعجبني هذه كثيرا، فأنا أحب الليدي باك كثيرا. وهذا هنا الحلزون الصغير وكرة الباسكت مع هذه الفتاة، جميلة، جميل، نحلة، واو، سيارة ووردة وحلزون أيضا، وهذا الطفل الولد يلعب أيضا بالكرة، واو، جميل. إلى هذه الأمور الكبيرة، كم هي جميلة الأشكال التي سوف تستطيعون أن تقوموا بعملها. حسنا، وهذا أيضا لدينا هنا هذه المجموعة وهي الخاصة بالأشكال، حسنا، نقوم بفتحها. انظروا يا أصدقائي، العديد والعديد، انظروا، يوجد بالخلف مثل المغناطيس، واو، جميلة جدا. انظروا، انظروا كم هي جميلة، واو، العديد من الأشكال التي سوف تقومون بصنعها. انظروا إلى وجه هذا الصبي، كم هو جميل، هل تثق لأنها كما قلت لكم من المغناطيس. انظروا، انظروا يا أصدقائي، انظروا إلى هذه الفتاة، واو، جميلة، العديد والعديد من الأشياء. تمام، سوف أضع الوايت بورد هكذا وأقوم الآن بعمل شكل جميل. حسناً، سوف أستعين، انظروا يا أصدقائي، هذا هو القلم، سوف أثبته هكذا. طبعاً المنحة لا أستطيع أن أثبتها، سأضعها هنا.
وهذه هي المجموعة الطباشير الخاصة بالبلاك بورد. حسنا سأضع هنا الآن. حسنا أي شكل تودون أن أقوم بعمله؟ بالنسبة إلي عجبتني كثيرا. ماذا؟ لحظة. وهذا أيضا بيت وحلزون. جميلة جميلة جميلة. لقد شاهدت هذه الفتاة الصغيرة وتعجبني هذه كثيرا. حسنا سوف نبدأ الآن. هذه الأم أيضا. حسنا سوف نضعها هنا. انظروا. مرحبا أيتها صغيرة. أمي. أوه مرحبا. أوه كيف حالك يا أمي؟ هيا. أوه أنا هنا بالقرب منك. واو جميلة جميلة جميلة. حسنا سأضعنا هذه هكذا. وضعنا هنا اللباس. تبقى يا أصدقائي الأكمام. تفاصيل كثيرة. تعجبني التفاصيل. واو أحب جدا هذه اللعبة. واو انظروا كم أصبحت جميلة. اليدان. إنني أغش يا أصدقائي. اليدان يدها بشكل دائري جميل. أوه لقد سقطت يدها أصبحت في رجلها يا إلهي. أوه. حسنا هنا ها هي اليدان. واو تبقى ماذا تبقى؟ القدمان. واحدة والثانية. لقد أصبحت الأم هنا بجانب ابنتها الصغيرة. أوه كم هذا جميل. انظروا ها قد انتهينا. أمي أنا سعيدة لأنك معي. وأنا أيضا يا عزيزتي سعيدة جدا. إن الجو في الحديقة جميل. نعم. واو هذه الزهرة جميلة. انظر يا أمي وجدت ماذا؟ أوه إنها ليدي باغ. أوه جميلة. نعم ولكن ماذا تبقى؟ تبقى ماذا؟ تبقى أن أرسم لهم شمسا جميلة. ها قد رسمت شمسا هنا جميلة. وأيضا بعض السحب. واو كما أن إذا لديكم بعض الألوان الخاصة بالوايت بورد يمكنكم أن تلونوا هذه الرسومات. وسأضيف بعض العصافير الصغيرة هنا. واو جميل. ما رأيكم يا أصدقائي؟ هل أعجبتكم هذه اللعبة؟ أنا عن نفسي قد أعجبتني كثيرا. حسنا هيا بنا لنجرب السبورة السوداء. الطباشير. حسنا سأختار اللون الزهري. واو جميلة. جميلة. أحبكم يا أصدقائي. لا تنسوا عمل لايك واشتراك في قناة ديزني فور أول. هل أعجبتكم يا أصدقائي؟ كما أنه عندما تنتهون سوف ماذا؟ سوف تضعون جميع الأشياء هنا وتغلقونها هكذا. ما رأيكم؟ هل أعجبتكم؟ أتمنى أن تكون قد أعجبتكم هذه اللعبة يا أصدقائي. وداعاً.